بسم الله. ربنا المنتخب أرنا الحق المبين حقا يخرج وارزقنا اتباعه، ويأتي وأرنا ويخرج الباطل باطلا ويأتي وارزقنا اجتنابه، ويخرج واجعلنا نختار رضوانك ويأتي ويخرج على ويأتي رضوان النفس أو رضوان الأعداء ويخرج اللئام. ويأتي يقول: فإذا جاءت الصاخة، يعني جاءت الضربة الكبيرة المزلزلة، اللي زلزل صغير نقبل قريب قوم سيدنا صالح تكريم، من صيحة حطتهم أعجاز نخل من القعر، والله أعلم. أنا مشيت للديتاي، اللي يهمني أنا هو أصل ما جاء في القرآن. ربي أعطاه آية اللي فيها أنواع الهلكة، فرعون كيف يهلك، قوم سيدنا نوح عليه السلام كيف يهلكهم ربي، رغم اللي بقي فيهم 950 سنة، الله أعلم قداش من القرن كان يدعوهم ولا يرضخون لدعاء المولى، حتى شد عليهم سيدنا نوح عليه السلام أنهم لا يلد إلا كافرا فجارا فاجرا كفارا متاع. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء وحالته، يعني الشاقة، إن شاء الله في الفريق الآتي.